بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الكمباريزن تيست. رح نتعرف على اختبار جديد نتعلم منه كيف إن نحدد إذا كانت دايفرجنت أو لا، وبعدين رح نتطرق لجزء تاني بالكمباريزن تيست اللي هو الليمت للكمباريزن تيست. خلينا نرجع من أول جديد نلملم أفكارنا علشان يضلوا متسلسلين ببالكم. شو الأشياء يلي تعلمناهم بخصوص الاختبارات عشان نعرف إذا السيريز convergent أو divergent؟ حكينا عن limit an، يعني بيكون عندنا سيريز فيها an. step number one يلي هي أسهل step، نلاقي limit إلها لما تقترب من الانفينيتي. في حال الليمت كانت ما بتساوي صفر اذا هي رح تكون divergent، بس هذا لا يعني انه في حال الليمت ساوت صفر يبقى هي convergent. في حال الليمت ساوت صفر في عنا احتمالين، انها تكون convergent او انها تكون divergent، فبنضطر ان نلجأ لتست جديد. التست الثاني اللي تعلمناه، لو كانت السيريز بشكل انه عنا a مضروبة ب r to the n، هاي التست رح تكون convergent. وفي حال كان الابسوليوت فاليو لاور less than 1، يعني محصور ما بين السالب 1 والواحد. اخر تست تعلمناه، اخر نوع من السيريز كان اسمه البي سيريز. البي سيريز كان عباره عن 1 over n to the p، بدها تكون السيريز مكتوبه بهذا الشكل، رح يكون convergent في حال كانت قيمة p more than 1. هاي هي الكيس اللي رح يكون فيها convergent. خلينا سوا نتذكر أهم أنواع من comparisons. إذا بتتذكروا اللي هم المقارنات، إحنا لأنه هون عم بنقارن، كان عندنا مثلا أشياء تكون محصورة أو علاقات دائما موجودة عندنا. مثلا بخصوص النسب المثلثية كان عندنا الساين والكوساين محصورين ما بين السالب 1 والواحد، أقل من أو بيساوي، ما ممكن يكون عندنا ساين قيمته 1.5 أو 2 أو whatever. وكان عندنا كمان comparison مهمة اللي هي لين x هتكون less than x. كان عندنا كمان إنه tan inverse x محصور ما بين باي على 2 وسالب باي على 2، ما ممكن يكون بيساوي الباي على 2 او السالب باي على 2. فهدول comparisons كتير مهمين، ممكن ان احنا نحتاجهم واحنا عم بنحل، فخليهم ببالكم. هلا خلينا نفرض انه مثلا في عنا function اسمه an اللي هو بده يكون موجود جوات السيريز. an اقل من bn والتنين رح يكونوا أكبر من الصفر أو بيساووها لكل n، يعني أي n بنعوضها رح تكون an أقل من bn. خلينا سوا نتخيل functions. مثلا لو قلنا عنا function اسمه x بتساوي y بتساوي 1 ومثلا y بتساوي 10، أي n بعوضها رح تكون ال n an هي أقل من البيان. فنفس الفكرة موجودة عنا بالسيريز. في حال كان عنا هاي القاعدة قدرنا نطبقها وكان always بهذا الشكل، إذا كانت bn convergent إذن an رح تكون convergent، وفي حال كانت an convergent divergent إذن bn رح تكون divergent. يعني في حال كنا الكبيرة قادرين إن نعدها ونلاقي قيمتها، إذن رح نقدر نلاقي قيمة الصغيرة. وفي حال الصغيرة كانت كبيرة ومو قادرين نلاقي قيمتها، إذن برضو bn ما رح نكون قادرين إن نلاقي قيمتها. هيك احفظوها، إذا قدرنا نعرف قيمة الكبيرة يبقى فورشور نعرف قيمة الصغيرة، وإذا الصغيرة ما كنا قادرين نلاقي قيمتها أو قيمتها جدا كبيرة، that means إنه إحنا برضو ما رح نقدر نلاقي قيمة البي إن يلي هي يلي أكبر منها. خلينا نأخذ example نحله مع بعض عشان نطبق الأفكار.
لو مثلا كان عندنا السيريز من 1 ل infinity ل 1 over 2 to the n plus 1, هذا convergent أو divergent؟ كيف بدنا نعرف؟ خلينا نيجي للمقام. المقام هو عبارة عن 2n plus 1. 2n plus 1 أنا بعرف أنه رح يكون أكبر من 2 to the n, بما أنه هون في زائد 1 شو ما طلعت القيمة, رح يكون هاي الجهة هي أكبر من هاي الجهة. هلأ خليني أعمل لهم flip, يعني أقلبهم علشان أساوي بواحد على 2 to the n plus 1. لما نقلبه بنبدل اتجاه الإشارة, يعني لما يصير عندنا واحد على 2 to the n plus 1 رح تبطل الإشارة إنها أكبر, رح تصير إنها less than 1 over 2 to the n. 1 over 2 to the n أنا كيف بقدر أكتبها بأي شكل؟ بقدر أكتبها بالشكل التالي, يكون عندنا 1 over 2 كلهم to the n. لو رجعنا للرولز يلي هون ذكرناهم, كان عندنا a over n يلي هي الجيومتريك سيريز, a r to the n بتكون convergent في حال قيمة r كانت أقل من 1. هون شو رح نعمل؟ رح نقول إنها convergent لأنها جيومتريك سيريز. رح نكتب السبب, كتير مهم نعمل mention للسبب. فرح نقول إنها convergent geometric سيريز. خلينا سوا ناخذ مثال تاني. طبعا هذا التست بنلجأ له بعد ما يفشلوا الاختبارات يلي قبل. المثال التاني يلي رح نحله هو عبارة عن السيريز لون over جذر n ناقص 1. خلينا نقارن هلأ شو نجي للمقام. احنا كنا بنعرف حلينا يعني بالتدريبات اللي قبل السيريز هي عبارة عن 1 over جذر n. اذا هون شو رح نقول؟ رح نقارن جذر n minus 1 رح يكون اقل من جذر n. نعمل لهم flip, رح يصيروا 1 over جذر n minus 1 less than 1 over جذر n. جذر n احنا كنا طلعنا إنها divergent. ليش؟ حكينا إنه النص أقل من 1 حسب ال P series. النص أقل من 1 إذن هي رح تكون divergent P series. بتحسوا هلأ إنه الأسئلة صارت كتير أسهل من قبل, وإنه هذا التست جدا جدا سهل. لو كان عنا السيريز هاي لطيفة, لو كان عندنا سيريز من 1 لإنفينيتي للين ان over ان, شو رح نعمل هون؟ رح نقول انه لين ان احنا بنعرف انها دائما بتكون اكبر من 1, رح نقسم هلأ الطرفين على ان, فصار عندنا لين ان على ان اكبر من لين اكبر من 1 على ان. رح نقول for all ان أكبر من 3 علشان نضلنا ضامنين. مثلا في حال عوضنا الواحد هون رح يكون عندنا 0, والصفر مش أكبر من الانفينيتي, فصار عندنا نوعا ما مشكلة, فحنقول إنه n أكبر من 3. هلأ شو رح نقول؟ بما إنه صار عندنا لن n على n, واحد على n, الواحد على n هاي another p series فيها بيساوي 1, والواحد مش يعني القاعدة كانت إذا كان أقل من 1 مش إذا كان أقل من أو بيساوي, فهي رح تكون divergent حسب ال p series. فإحنا بنقول comparison test حسب ال p series لأنه هون p كانت قيمتها بتساوي 1. خلينا نحل سوا مثال تاني. لو مثلا كان عندنا السيريز من 1 لإنفينيتي لأربعة زائد 3 to the n divided by 2 to the n,
كيف بدنا نحل مثل هذا الفانكشن؟ احنا عندنا 2 to the n و 3 to the n وعندنا هون plus 4. رح نقول as a beginning انه هذا الفانكشن يلي جوا رح يكون اكبر من 3 to the n divided by 2 to the n اللي هو 4 over 2 to the n plus 3 to the n over 2 to the n. وزعت البسط على المقام، حطيت انه اكبر من 2 to the n plus 3 to the n sorry divided by 2 to the n. ليش؟ لانه ال 3 over 2 انا بقدر اكتبها بهذا الشكل 3 over 2 كلياته to the n وتصير geometric series. انا هون شو بدي اعمل؟ بما انها geometric series هاي بدي اطلع فيها قيمة r. r هون بتساوي 3 على 2، 3 على 2 اكبر من 1، اذا هي رح تكون divergent. divergent geometric series، اذا السيريز هاي رح تكون divergent series بس عن طريق المقارنة. خلينا نحل سوا مثال تاني. لو كان عنا السيريز من 1 لانفينيتي لكي ساين تربيع k divided by 1 plus k to the 3. بنلاحظ انها اصلا شوي معقدة وفيها كتير details، فرح نلجأ للcomparison test. هون شو رح نقول؟ k اول شي حنقول انه sin تربيع k رح تكون اكيد اقل من او بتساوي 1، بس هون عنا الطرفين مضروبين بk، فرح ازيد هون k وهون k، صرنا k sin k تربيع اقل من او بتساوي الكي. هلا شو رح نعمل؟ رح نوقف عند هذا الحد ونقسم على المقام يلي هو 1 زائد كي قوة 3. انا هون بصراحة محتاجة another comparison test علشان اختصر الكي مع كي قوة 3. فشو رح اعمل؟ رح اقارنها كمان مرة. رح اقول انه انا عندي كي over 1 plus k قوة 3، هاي القيمة رح تكون أقل من أو بتساوي k قوة 3 مقسومة على k مقسومة على k قوة 3 يلي هي بتساوي 1 على k تربيع. إذن شو صار عنا هون؟ صار عنا another مرة function نقدر نكتبه بدلالة n، يعني 1 على k تربيع. هاي كانت عبارة عن p series، التنين أكبر من 1، إذا هي راح تكون convergent. بما أنها convergent يبقى series الأصلية برضو راح تكون convergent. إذا هون إحنا احتاجنا إننا نعمل مرتين مقارنة، المرة الأولى وصلنا لهذا الفانكشن، بعدين حسينا إنه كمان مرة بدنا نقارنه عشان نوصل لـ p series، فعملنا مقارنة تانية. خلينا نحل مثال أخير. لو كان عنا السيريز من 1 لإنفينيتي لأرك تان n divided by n قوة 1.2. خلينا ننتبه سواء إنه الأرك تان هي عبارة عن تان انفرس، يعني هي عبارة عن السيريز من 1 لإنفينيتي لتان انفرس n divided by n to the 1.2. احنا بنعرف انه التان انفرس محصورة ما بين شو وشو؟ محصورة ما بين السالب باي على 2 وما بين الباي على 2. هون عنا تان انفرس n، هون عنا مقسومين على n قوة 1.2. انا بدي اشتغل على الطرف هاد، فرح اقسم هون على n قوة 1.2 وهون n قوة 1.2 وهون برضو n قوة 1.2. رح اهمل هذا الجزء شوي واشتغل على التان والباي على 2. صار عنا السيريز، احنا بنعرف انه لما يكون عنا constant نقدر نطلعه برات السيريز، فصار عنا باي على 2 السيريز من 1 لانفينيتي لتان انفرس n divided by n قوة 1.2. قوة 1.2 هذا رح يكون convergent by comparison test.
ليش؟ لأنه هون كلياتهم ثوابت والمقام هو 1.2، 1.2 أكبر من 1. فهاي كانت الطريقة يلي حلينا عليها. هيك بنكون خلصنا الكمباريزن تيست. إن شاء الله بالفيديو الجاي رح نتعلم الليمتس للكمباريزن تيست. إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، وما تنسوني من دعائكم، وبتمنى لكم كل التوفيق.